سرات القراقحة كل وقت وكل حال مثل حسن ابن ثابت ومثل ابن الولد يوم عاد الخلي تاج محل قرع الطبول ضربها ما يخطي عيون وحجاج العقيد اعتزوا بعيال مفلح على خلو ذلول أخلاو المرحان من كل جبار عنيد والله اني بعض الأحيان ما ادري وش اقول برجال ما توفيهم ابيات القصيد من زمن سن الرماح وزمن حن الخيول كل ما زادوا هلا الطب والطلع تزيد الشجاعة والشعر والمراجل والفعول كل قرقاحي وهي لا على الدنيا رصيد سيرة القراقحة كل وقت وكل حال مثل حسن ابن ثابت ومثل ابن الولد مثل حسن ابن ثابت ومثل ابن الولد يوم عاد الخالد اجمع على قرع الطبول ضربها ما يفطي عيون وحجاج العقيد لا اعتزوا بعيال مفلح على خير وذلول اخلوا المرحان من كل جبار عنيد كل ما كبرت على اهل الحمل شال الحمول بالمواقف الكبيرة وبالراية السديد عندها لا كبرة تلقى له طلت حلول عندها لا كبرة الشدة الباس الشديد وعندها لا كبرة الشدة الباس الشديد قالت وطلت وي دايما تقول وتطول يعني الموضوع ما هو غريب ولا جديد بالجمايل ما ترون مملكة حرب الوطول واقرب امثال الجمايل ولا هو بالوحيد واقرب امثال الجمايل ولا هو بالوحيد فعل بن جلبان عبد الله اللي له قبول عند خلق الله وربي على قول شهيد فزعته لجاه من صاب احباط وخمول تجلي همومه وتجعل حياته يوم عيد طيب اما الراس طيب وزحل من زحول ما قصر عند القرايب ولا عند البعيد وشهد انه خلف اللي على الواجب عجول بندر اللي سعد من عط بندر الله عظيم بندر القرقاح شوق المراجل والجفول ابرجن يمنع خاطره وقربه من عدل غير فعل الطيب والبرجله ما له ميول جعل عمري سواده على الطعام ديد جعل عمري سواده على الطعام ديد والله اني بعض الاحيان ما ادري وش اقول برجال ما توفيهم ابيات القصيد من زمن سن الرماح وزمن حن الخيول كل ما زادوا هلا الطيب والطلا تزيد الشجاعة والشعر والمراجل والفعول كل قرقاحي وهي لا على الدنيا رصيد سيرة القراقحة كل ود وكل حال مثل حسن ابن ثابت ومثل ابن الولد مثل حسن ابن ثابت ومثل ابن الولد يوم عاد الخالد اجمع على قرع الطبول ضربها ما يفطي عيون وحجاج العقيد لا اعتزوا بعيال مفلح على خير وذلول اخلوا المرحان من كل جبار عنيد كل ما كبرت على اهل الحمل شالوا الحمول بالمواقف الكبيرة وبالراية السديد عندها لا كبرة تلقى له طلت حلول عندها لا كبرة الشدة الباس الشديد وعندها لا كبرة الشدة الباس الشديد قالت وطلت وي دايما تقول وتطول يعني الموضوع ما هو غريب ولا جديد بالجمايل ما ترون مملكة حرب الوطول واقرب امثال الجمايل ولا هو بالوحيد واقرب امثال الجمايل ولا هو بالوحيد فعل بن جلبان عبد الله اللي له قبول عند خلق الله وربي على قول شهيد فزعته لجاه من صاب احباط وخمول تجلي همومه وتجعل حياته يوم عيد طيب اما الراس طيب
القرايب وسحر من زحول ما قصر عند القرايب ولا عند البعيد وشاد النخوة ظلي على الواجب عجول بندر اللي سعد من عطب بند الله